فطاير السبانخ اللي حضرتهم عجينة الخمس دقايق ما بتصدقوا شو طلعت العجينة طرية وحامضين ومعبيين سماء وبيشهوا. أول إشي حطيت 7 كوبايات من طحين ساسي، معلقة كبيرة من الخميرة، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، معلقة كبيرة من السكر، معلقة صغيرة من الملح، 4 معالق كبيرة من الحليب البودرة، 1/2 كوباية من اللبن، و 1/2 كوباية من زيت الزيتون، وعجنتهم بمي دافية. أنا بحب الصراحة أعجنهم على إيدي، العجينة بتطلع كتير ممتازة. بعد هيك دهنت وجههم بزيت الزيتون وريحتها بس 5 دقايق. الحشوة حطيت 1 كيلو من السبانخ، وعندي هنا 2 بصلتين مقطعتهم ومدبلتهم بزيت زيتون على النار، وحطيت 1/4 كوباية من السماق، 1/4 كوباية من الليمون، وحطيت كمان رشة ملح، تقريبا معلقة أخذ معي. أخذت العجينة قطعتها كلياتها كرات وفردتها وبلشت أشكل فيها على شكل مثلثات. على فكرة هاي العجينة كتير بتزبط معاكم بالمقلاية وبتزبط معاكم بالفرن، بتطلع نتيجتها فخمة. على الفرن حرارة 200، يتحمروا من فوق ومن تحت مع زيت زيتون، وشوفوا لي الطراوة، شوفوا لي الحشوة المليان، أنا بحبها مليانة حشوة، بتجنن.